أؤكد وكما ذكر إن هذه التعديلات نبتا أصيلا لمجلس النواب اقتراحا ومناقشة، وأيضا ستعرض في الجلسات العامة للموافقة النهائية. لم تتدخل الرئاسة لا من قريب ولا من بعيد، وأنا مش عاوز أي نائب يربط بين المادة 140 والسيد الرئيس، لا، ده احنا بنضع هذه المادة طبقا للقواعد الموضوعية بعيد تماما عن الأشخاص، مدتين، كل مدة 6 سنوات، ومن تنطبق عليه الشروط يترشح لرئاسة الجمهورية، ومن حق الرئيس الحالي أيضا، وده طبقا للدكتور صلاح وهو من المعارضة قال لك ده في أثر فوري، خلاص النصوص بيتم الموافقة على الدستور فبتسري على الرئيس الحالي أيا كان، يعني بدون أن نحدد شخص معين تسري عليه زي ما بتسري على أي مواطن آخر. والانتخابات في نهاية الأمر عملية تنافسية كل بيتقدم إليها طالما توافرت فيها الشروط، فليس هناك ربط ما بين هذه المادة والرئيس السيسي خالص إطلاقا، لم يطلبها إطلاقا ولم يتدخل فيها، هذا هو اقتراح من المجلس زي ما ذكر رئيس الائتلاف 155 نائب من اجتهدوا وقدموا هذه التعديلات.